هجوم فروزينوني، كازو في منطقة الجزاء ضد هيرمانسون، كازو إمكانية التسديد بعد ذلك هدف عكسي، أعتقد أنه هو هدف عكسي، آخر لمسة من مدافع بيزا. ننتظر الإعادة، يحتفل فروزينوني بهدف الأسبقية في الدقيقة السادسة. مونتريزي لمسة أولى، هنا الضغط على جيلي، تمر الكرة بعد ذلك كازو، سرعة فائقة، سرعة ليزرية، هدف عكسي بالفعل. الجمهور ينادي باسم كازو، ولكن أعتقد أن الهدف بلمسة من ليفربي. أعتقد أنها واضحة، حتى على الدكة يتساءل دي فرانشيسكو.